وقفنا في الدرس الماضي في المسألة السادسة حول الوصل والفصل في صلاة الوتر، وقلنا إن الوصل والفصل كلاهما جائزان، ولكن كثير من العلماء يحبب الفصل في صلاة الوتر لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة. ولأنه أيضا روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل في صلاة الوتر. وذكرنا قول الإمام أبي سعيد الكدمي رحمه الله، وهو من العلماء الكبار في المذهب، والذي قال: الوصل عندي أصح، لأن التسليم قاطع للصلاة موتر بركعة واحدة، فربما لم يصله فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك رأى الأصح الوصل. هناك بعض المسائل في هذا الباب، وفي الدرس الماضي قلنا قال أبو معاوية، وعرفنا من هو أبو معاوية، وقلنا هو الشيخ العلامة عزان بن الصقر، ولا نعيد التعريف مرة أخرى، فهو موجود في الدرس الماضي. يقول: إذا أراد الرجل أن يوتر بركعة فليقم بنية قبل الإحرام. لا بد من النية، لأن النية هي من أساسيات العبادات، وخاصة في العبادات التي هي غير معقولة المعنى كالصلاة، فلا بد من النية في صلاة الفريضة أو صلاة النافلة. لكن إذا دخل الإنسان في صلاة الوتر فلم ينوي كم يصلي، واحدة أو ثلاثا، قالوا يصلي ثلاثا، هذا إذا لم يحدد كم يصلي، قالوا صلي سنة الوتر أو الوتر الواجب، ولم يقل واحدة أو ثلاثا أو خمسا، فليصلي ثلاثا. تحويل النية، هل له أن يحول نيته كأن ينوي أن يصلي ثلاث ركعات، فهل له أن يحولها إلى ركعة واحدة، وهذا بعد تكبيرة الإحرام؟ في المسألة أقوال، قيل له أن يحول نيته من ثلاث ركعات إلى ركعة واحدة، وله أن يحولها على العكس أيضا من ركعة واحدة إلى ثلاث ركعات. والقول الثاني إنه ليس له أن يحولها من ثلاث إلى ركعة، لا يمكن له أن ينقصها، لكن له أن يزيد، إذا نواها ركعة فله أن ينويها ثلاثا. وبعض العلماء يقول: ليس له أن يغير نيته التي دخل بها، فإذا نوى ثلاثا فليصلي ثلاثا، وإذا صلى واحدة فليصلي واحدة، وليس له التغيير بعدما كبر تكبيرة الإحرام. قال بعضهم، وذكرنا أن هذه العبارة إذا قيلت في كتب الأثر في كتب الفقه، قال بعضهم هي للعلماء للفقهاء كما قلنا سابقا، لأن المجال مجال علم وفقه وأحكام. قال بعضهم: وكذلك القصر والجمع على هذا الوجه قد قيل فيه. هذه مسألة ذكرت في باب الوتر، ولعل هناك مناسبة في ذكرها. إذا نوى الإنسان أن يجمع الصلاتين، المسافر إذا نوى أن يجمع الظهر والعصر مثلا، وبعد فراغه من الظهر أراد أن يفرد فلا يجمع، هذا بلا المسألة ليس فيها خلاف على حسب ما أذكر، له أن يفرد، يصلي الظهر وحدها وإن كان نوى الجمع، وكذلك في المغرب والعشاء. لكن إذا لم ينوي الجمع فنوى أن يصلي الظهر
سواء كان يصلي بنفسه ونوى أن يصلي ركعتين أو يصلي مع إمام مقيم فنوى أن يصلي أربعا لأن صلاته بصلاة الإمام، ثم بعد ذلك أراد أن يجمع بعد أن فرغ من الأولى. الجمهور ليس له ذلك، واضح المسألة؟ لم ينوي الجمع وإنما نوى الإفراد، فصلى المغرب مثلا أو صلى الظهر، ثم بعد ذلك بعد التسليم بدا له أن يجمع الصلاتين، هل له ذلك؟ الجمهور ليس له أن يجمع، ولكن الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي يقول يجوز لكن الأولى تركه. هذا بعض العلماء هكذا يقولون في بعض المسائل من حيث الجواز فهو جائز لا يظهر المانع، ولكن هناك احتياطات مع العلماء وأولويات، فلذلك يقولون الأولى كذا والأحوط كذا، فالجواز شيء والأولويات شيء آخر، والجواز شيء والأحوط شيء آخر، فلذلك هم ينبهون على مثل هذه المسائل. ذكروا أيضا كذلك صلاة العيد في وجوه التكبير، هل يكبر 13 تكبيرة أو أقل أو أكثر في صلاة العيد؟ فإذا نوى أنه يكبر يصلي صلاة العيد 13 تكبيرة ثم أراد أن يزيد أو أن ينقص، نفس الخلاف في المسألة. ومن صلى الوتر ثلاثا ثم شك فيه أو انتقض عليه، صلى ثلاثا ثم شك فيه أو انتقض عليه الوتر فليصلي ثلاثا، ينبغي أن يوتر بثلاث لأنه إعادة لوتره الذي دخل فيه أولا، فإن أوتر بواحدة أجزاه. هذا شك في صلاته، كم صلى؟ ركعة أو ركعتين أو ثلاث أو انتقض عليه، فليصليه ثلاثا، لكن إن اكتفى بركعة واحدة، ومتى هذا الشك ومتى هذا النقض؟ عرفه بعد أن سلم. وإن كان لا ينبغي أن يشتغل الإنسان بالشك بعد أن يسلم، فالشيطان حاضر معه يوسوس له ويلبس عليه صلاته، ولكن من باب الأحوط أن يعيد صلاته. المسألة السابعة قضاء الوتر، فمن نام عن صلاة الوتر أو نسيها، وفي الحديث الشريف من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها. من نام عن صلاة سواء كانت هذه الصلاة فريضة أم صلاة الوتر على القول خاصة بالوجوب، وكذلك على القول بسنيتها المؤكدة كما هو رأي الجمهور من أصحابنا على أنها سنة مؤكدة، فإذا نام عنها أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. من نام، ففي الحديث الشريف من نام عن وتره فليصلي إذا أصبح، هذا الحديث خاص في النوم عن الوتر، والحديث السابق عن أي صلاة. من نام عن وتره فليصلي إذا أصبح. وعن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره أو إذا استيقظ، لكن إذا استيقظ أو ذكره في وقت الفريضة فماذا يصلي قبل؟ إذا كان هناك متسع من الوقت فليصلي الوتر، وإن لم يكن هناك متسع كان حال وقت الصلاة صلاة الفريضة فليصلي الفريضة أولا ثم يقضي الوتر، بخلاف الذي نسي صلاة فريضة فإنه لا صلاة لمن عليه صلاة. إذا نسي مثلا صلاة الظهر وحضرت صلاة العصر فعليه أن يصلي الظهر أولا ثم يصلي العصر.
فإن استيقظ أو ذكره في وقت فريضة فإن كان في الوقت سعة لقضائه صلاه، وإلا صلى الحاضرة لأنها آكد في الوجوب وأولى بالوقت. قال أبو نبهان، وأبو نبهان هو الشيخ العلامة جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي من بلد العليا من وادي بني خروص التابع لولاية العوابي، ولد في عام 1147 للهجرة، وتوفي في عام 1237 للهجرة. هو عالم رباني وله مؤلفات كثيرة، منها لطائف المنن في أحكام السنن والحق المبين وإيضاح نظم السلوك والسر الخفي ومقاليد التنزيل وغيرها. يقول الشيخ أبو نبهان رحمه الله: ويجوز أن يخرج فيه من القول في الفائتة من الصلوات مع الحاضرة في بدله معها على رأي من يقول بلزومه، والله أعلم. يعني يمكن أن يخرج هناك قول على القول بلزوم الوتر، والمقصود باللزوم هنا الوجوب، لأن سبق أن ذكرنا من العلماء من رأى وجوب صلاة الوتر، فلذلك يكون حالها على هذا القول كحال من نسي صلاة فريضة، أي يصلي الوتر أولا ثم الحاضرة. المسألة الثامنة: تارك الوتر متعمدا. وهذا الحكم في هذه المسألة ينبني على الخلاف في الوتر، هل هو سنة أم هو فريضة أم هو واجب أم هو مندوب. فمن ترك الفريضة، تعلمون من ترك فريضة من الفرائض من فرائض الصلوات، فإنه يستتاب، فإن لم يتب يقام عليه حد الله تبارك وتعالى، هذا على القول بالوجوب. وبعضهم يلزمه الكفارة إذا ترك الوتر بناء كما قلنا على أنه فريضة إذا تركه وتاب. وقيل لا كفارة على تارك الوتر، هذا كلام الإمام السالم رحمه الله، وهو معنى ما يوجد عن أبي مروان. ولا يخفى أن هذه الفتاوى مبنية على القول بفرضية الوتر وأنه كسائر الفرائض، وقد تقدم الخلاف في ذلك. فما قاله ابن المسبح من أن تركه مكفر مشكل جدا، لأنه لا يكفر إلا من ترك الفرض المجتمع على فريضته، ولا إكفار بالمختلف فيه. هذا كلام الإمام السالم رحمه الله في النثار، وقد أورد قبل ذلك كلام العلامة محمد بن المسبح، وعرفنا بالعلامة محمد بن المسبح بن عبد الله رحمه الله تبارك وتعالى. المسألة التاسعة: ما يندب من القول بعد صلاة الوتر. روي عن أبي بن كعب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الوتر قال: سبحان الملك القدوس ثلاثا، ويرفع صوته في الثالثة: سبحان الملك القدوس. هذا بعد الفراغ من صلاة الوتر. وفي رواية: ويطيل في آخرهن. ورد في رواية يطيل، وفي رواية يرفع صوته بالثالثة: سبحان الملك القدوس. وعن عبد الرحمن بن أبزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا سلم: سبحان الملك القدوس ثلاثا، ويرفع صوته الثالثة: سبحان الملك القدوس. والقدوس هو المبارك الطاهر، وقيل الذي تقدسه الملائكة ويقدسه جميع الخلق، وقيل هو المنزه عن الأضداد والأشباه والنظائر والصاحبة والولد.